السلام عليكم. خلينا نكمل شوي بالمراجعة ونبلش نكتب الكلاس، نبلش نكتب كلاسز. حاولتوا تحلوا الورك شيت، الأسئلة الموجودة بالورك شيت؟ دكتور حلت، حليتوهن؟ كامل. حلينا الورك شيت؟ أنا حليتها. دقيقة بس، خلينا نعلمكم كيف تعرفوا فانكشن للي ما بيعرف، وبعدين ندخل نحل الورك شيت. بعض الأشياء اللي بالورك شيت اللي مش متذكر يرجع يراجع بالأوبجكت أورينتد. نذكر للي مش ماخذ كيف بنعرف فانكشن. تعريف الفانكشن بلغة بلغة البايثون سهل كثير، بس بتبلش بالكيورد ديف. اللي ما بيعرف بايثون، إذا بدي أعرف فانكشن، تعريف الفانكشن بلغة البايثون سهل كثير، تبلش بالكلمة المحجوزة def، بعدين اسم الفانكشن، بس مثلا بدي اجمع رقمين بحط sum، بعدين إذا بدي باراميترز فيش داعي أعرف ولا إشي، بس مثلا بدي two parameters بحط x فاصلة y، بعد الباراميتر ليست بحط colon. هاي الصيغة بلغة فيجوال بلغة بايثون. بدي اجمع الرقمين باجي مثلا بقول له return x زائد y، زي ما بحل عادي. بعدين عشان استخدم هذا الفانكشن لازم اروح استدعيه. عشان استدعيه زي ما تعلمنا ايه تساوي انت مثلا input، بدي اقرا قيمه لايه input، enter an integer، b تساوي int input enter an integer. بعدين بستدعي السم، مثلا بقول print السم. كيف كنا نستدعي السم؟ اسمه، بعدين بين اقواس اما قيم او argument. الargument list اذا بتتذكر، هون بعطيه قيم a و b، والقيم اللي بترجع بدي اطبعها لانه الفانكشن بيرجع قيمه. هون لو ما بيرجع بحط هاشت من تعبير print. تذكرين المبادئ؟ نفس المبادئ بس الصيغه اختلفت. هاي مثلا 12 وهاي 45، اعطاني المجموع 57. هاي المجموع طبع لي اياه. لو بدي اعمل فانكشن يطبع لي، يطبع القيمه الاكبر بين رقمين، يطبع القيمة الأكبر بين div larger مثلا a فاصلة b x فاصلة y زي ما بدي. المسميات بهمش حسب السكوب، عارفين قواعد السكوب سواء أخذت ال C أو أخذت البايثون، قواعد عارفها. if x أكبر من y print لاحظ بدي اطبع، ما بدي، ما قلت لك رجع، قلت اطبع print x is the larger مثلا. طب اذا else print، طبعا ما قلتش اذا متساويات، مش مشكله. لو بدي احكي متساويات بحط lf la بعدين else. y is the larger. لو بدي استدعي اللارجر function، هون لاحظ ما بيرجع قيمة، بستدعي هيك larger بين a فاصلة b، بصير شي عمل print larger. ليش؟ لأنه larger ما بيرجع قيمة. إذا بتتذكروا كيف بنستدعي اللي بيرجع قيمة بدون بتعبير، اللي ما برجع قيمة بدون تعبير. هاي 23 و44 مجموعهم 67، وال44 is the larger. شايفين كيف أعطاني؟ عملت two functions. طبعا قواعد الديفولت arguments، قواعد السكوب رولز، معظم لغات البرمجة هاي القواعد مشتركة، بس الصيغة، شوف الصيغة قديش بسيطة وسهلة بلغة بايثون. صيغة تعريف function بسيطة كثير وسهلة.
يعني بدهاش هالصعوبة للي بيعرفش بايثون. نشوف هسا الكلاسز. طبعا انا باخذ حضور وغياب، كيف بدي اخذ الحضور والغياب؟ ما راح اقعد انادي على الاسماء، بدي شو تعملوا؟ بتودوا لي تشات باسمك ورقمك الجامعي، تعمل تشات تودي لي تشات اسمك مع رقمك، اسمك مع رقمك، بظل المخزنات عندي تشات كامل في كل اسماءك وارقامك. باي لحظه بدي اشوف الحضور والغياب بشوفه، مش شرط اشوفه هسه يعني، بعد سنه بشوفه، بظل مخزن عندي. عرفتوا علي؟ بظل مخزنات، فيش داعي اخذ على ورق. كل واحد بكتب لي رقمه واسمه. عرفنا كيف بنكتب function؟ خلينا نبلش نحل سؤال الكلاس الأول. السؤال الأول بالworksheet الأولى. السؤال الأول طبعاً أسئلة بسيطة، worksheet الأولى أسئلة كثير بسيطة فيهاش إشي، بس عشان نطبق على classes. نأخذ السؤال ونروح نحاول نحله مع بعض. هاي بدي أحطه ضمن الكومنت. خلينا نحله خطوة خطوة. طبعا اللي مش عارف مع الوقت بتعلم، يعني هاي الاساسيات كثير سهله والكل بتعلمها. يعني في اشياء رح نمر عليها اشياء صعبه، حتى اللي ماخذ البايثون لازم يقراها اول باول عشان يقدر منها. اللايبرريز، اللايبرريز عشان تقدر تشتغل عليها بدك تقرا. اذا ما قرات التشابتر، حتى لو بتعرف بايثون بتعرف سي بلس بلس بتعرف الاوبجكت على اي لغه، اللايبرريز بدك تقرا وتطبق، ما بتزبط. طيب خلينا نشتغل. شو قايل لي السؤال الأول؟ write a class student. بدي أعرف class student. كيف بعرف class؟ انتبهوا، منبلش بالكيورد class، بعدين اسم الكلاس هي student، بعدين بتحط colon. شو بحط؟ colon. لاحظ كيف عرفنا class؟ class student colon، نقطتين رأسية. طب هسا نشوف شو الاتريبيوتس والميثودز. الاتريبيوتس اللي هي الداتا ممبرز. طيب بعد ما عملنا كلاس، لاحظوا كيف تعرفنا كلاس؟ كلاس اسم الكلاس كولون، مش اقواس، نقطتين رأسيات. هذا مش فانكشن، هذا كلاس. بعدين لاحظ لما ضغطت انتر هو لحاله عمل ازاحه للداخل، مش تشيل الازاحه لانه الازاحات لها معنى. اذا خربطت بالازاحات او زدت الازاحه شوي او نقصتها بصير حل يعطيني عليه ايرور. انتبهوا لهي الشغله. طب شو الاتريبيوتس اللي هن الداتا ممبرز، بنسميهم داتا ممبرز، الداتا الموجوده داخل الكلاس. شو الميثودز الفانكشنز، او بنسميها ممبر فانكشنز. الميثود شو تسمى؟ ممبر فانكشنز. الاتريبيوتس اللي هي الداتا ممبرز. نشوف شو الداتا ممبرز بحكي لنا. STNAME بتمثل اسم الطالب، وSTNUM بتمثل رقم الطالب، وSTAGE بتمثل الستودنت ايج. احنا عاده الداتا ممبرز هاي بقدر اعرفها خارج الكونستراكتر، بس احنا عاده بنعرف الداتا ممبرز داخل الكونستراكتر. عاده ممكن نعمل الداتا ممبرز خارج الكونستراكتر، بس عاده وين نعملهن الداتا ممبرز؟ داخل الإشي اسمه الكونستراكتر. هاي أنا طالب منك تعمل كونستراكتر. كونستراكتر to initialize. كونستراكتر to initialize the data members to any given values. عادة معظم الحالات إحنا بنعمل الداتا ممبرز داخل الكونستراكتر. طب مين يحكي لنا الكونستراكتر شو هو؟ الكونستراكتر هو ممبر فانكشن خاص. ديف شنالايزر. ممبر فانكشن خاص بلغه بايثون اسمه نفس اسمه انت، اي ان اي تي، صار من انيشيالايزر. اسمه بلغه بايثون اي ان اي تي. طب كيف احنا قبل شوي عرفنا فانكشن؟ شو بلشت؟ كيورد ديف. مش قلنا دائما لما بدي اعرف فانكشن الكونستراكتر مو فانكشن، ببلش ديف. لاحظ شو اسمه؟ اندرسكور. اندرسكور للي مش عارف، أول بأول يتعلم، مش يقول لي بعد لحظة أنا ما أخذتش بايثون. إحنا هنا قاعدين منحل، منحل معك عشان تتعلم. I N I T يعني ما لكيش حجة. لما نكون ما منحلش معك بتقول والله أنا ما أخذتش بايثون وما حداش حلي، إذا أنا ما بعرفش. بس إحنا راح نحل أول بأول، تتعلم يعني لو بتعرفش بتتعلم. I N
underscore underscore INIT underscore underscore بعدين بين أقواس. الفانكشنز اللي تابعة للكلاس اللي نسميها methods أو member function دائما بيبقى فيها أول باراميتر اسمه self. دائما كل الممبر فانكشنز لازم تحط باراميتر اسمه self. لا تقول لي بديش أحطه مش عكيفك. الممبر فانكشن لازم يكون أول باراميتر فيه self. للي أخذ السي بلس بلس السيلف هاد زي الديس بوينتر. السيلف زي الديس بوينتر. للي أخذ السي ما أخذش بايثون السيلف زي الديس. بس الديس أنا ما كنت أكتبه ضمن الباراميتر ليست بلغة السي. كنت إذا بدي إذا بدي أستخدمه واستخدمه زي ما بدي. لا هنا لا. هنا السيلف لازم أكتبه زي الديس. لازم تكتبه كأول باراميتر بكل ممبر فانكشن. كل ممبر فانكشن أول باراميتر فيه سيلف. إذا شلته بصير خطأ. طيب أنا قلت لك هذا الكونستركتر بدي يعطي قيم للداتا ممبرز. طب أنا كم داتا ممبر عندي؟ 3 داتا ممبرز ST name ST num ST age. كم داتا ممبر إذن؟ عندي 3. إذن بدي كم متغير هون؟ هاي بدي 3. تسميهم زي ما بدي أنا حر. لو سميتهم A B C تصير تسميهم أسماء معبرة name num age. ولو سميتن ST name ST num ST age كمان بصير عادي. طب كيف بدي اميزهن عن الداتا ممبر؟ هسه بحكي لك كيف رح تتميزن. بعدين بحط كولون بعد الفانكشن هيدر في كولون نقطتين راسيات. هاي النقطتين الراسيات بلغه بايثون بعد شرط الاف بعد الالس بعد شرط الوايل بعد تعريف الكلاس بعد تعريف راس الفانكشن دائما بحط كولون. هيك اللغه. هاي اللغه هيك. بعدين لاحظ الإزاحة. عمل لي إزاحة إنه لداخل الفانكشن. لا تعدل عليها الإزاحة هاي. زدتها ولا نقصتها ممكن يعمل لك إيرور. شو هسع كيف بدي أعرف الداتا ممبرز؟ بتصير تقول لي سيلف دوت الداتا اللي بدك إياها. شو أنا بدي؟ أستي نيم. أستي نيم بدس ندلها البراميتر نيم. ولو كنت مسميه بالباراميتر استينيم عادي لانه هو كيف راح يميز الداتا عن الباراميتر من خلال السيلف. لما احكي له سيلف دوت استينيم يعني هذا داتا ممبر اسمه استينيم. لو حكيت هذا بدل نيم حكيت هاي استينم بدي اعدل هاي بدل نم بدل نم بدي اخليها نم. طب قول لي كيف بدك تعملي داتا منبر اسمه استينام وعندك انت الباراميتر اسمه استينام. هاي بكتب سيل. مجرد ما كتبت سيل هاي سيل دوت استينام تساوي استينام. هاي استينام الباراميتر تعبرت عنها لحالها بدون سيل. بس لو قلت self.stnum يعني داخل هذا الكلاس في داتا ممبر اسمه stnum. صار في عندي داتا ممبر اسمه stnum. لو قلت stnum لحالها هاي الباراميتر. ما فيش مشكلة لو كان نفس الاسم. طب الـ age شو عشان اسند قيمة age للـ stage شو بكتب؟ إذا كتبت age لحالها ما بصير داتا ممبر. عشان يصير داتا ممبر تكتب self. عشان يدخله كداتا ممبر داخل الكلاس. يصير داتا منبر. عشان يصير داتا منبر بكتب self.stage يساوي age. اي اسم بدي اياه للباراميتر انا حر. هاي عملنا الكونستراكتر. عملت الكونستراكتر وبنفس الوقت عرفت الثري داتا منبرز. عملت الداتا منبرز الثلاث اللي هن الاستي نيم والاستي نم والاستي ايج. نفس الوقت انشات الثري داتا منبرز وعملت الكونستراكتر اللي بعض قيم ابتدائية للداتا ممبرز for any. لما أقول لك for any given values يعني مش قيم محددة يعني قيم عن طريق الباراميتر ليست. بستقبل باراميترز وبسندها للداتا ممبرز. بعدين display to print the data members. مين ينقلنا الdisplay؟ مين ينقلنا الdisplay function؟ أي حد ولا الطلاب كانت بس 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 نعم اي حدا عادي لو كنا منزلين قبل بايثون اي حدا بايثون يشرح انا بنقلك مش ماخذ بايثون يفهم. وانتم اكثركم اكيد ماخذين بايثون بس في بجوز عدد قليل
جزء واحد اثنين اللي مش ماخذين بايثون. يلا انا بدنك لك دكتور. طيب يلا مين عبد الحميد؟ ديف. ديف ديسبلاي. ديف اي ميثود اي فانكشن لازم ديف. اسمه شو ديسبلاي. هاي ديسبلاي واخذ سيلف بين اقواس لازم ياخذ سيلف حتى لو باخذش ولا باراميتر زي البرنت. البرنت كنا نحط الاقواس فاضيه هون لا لانه كان لانه منبر فانكشن لاني ميثود لازم احط له سيلف بتوش ياخذ باراميتر اخر مش مشكله بس لازم احط سيلف. طب بعدين كولون كولون بعدين برنت كولون بعدين بقول جمل طباعه اللي هي برنت بلغه بايثون الطباعه برنت سيلف دوت الباراميتر تطفحن ممكن اطبع عبارة اوضح اخذتوا الـ STR مذكرين ولا خليه لبعدين الـ STR مع الـ overloading خلينا اول شيء على الاشياء البسيطة اخذتوا الـ function STR بعدين تستدعي الـ STR للـ object اخذناه بس خلينا هسه على البرنت لحالها البرنت تطبع الداتا من برس ممكن اقول STNAME يساوي كذا بعدين احط عبارات توضيحية مثلا student name equal واجي اقول طب وين الداتا من بر استيني اللي بيمثل النيم سيلف دوت استي لازم اقول سيلف مش اقول استينيم لحالها ما بتعرف عليها انها داتا من بر دائما لما بعمل اكسس على اي منبر سواء فانكشن او داتا داخل الكلاس لازم تقول لي سيلف دوت هاي ميزه من لغه بايثون هاي ميزه احفظوها بدك ترجع لأي داتا منبر أو حتى بدك تستدعي فانكشن يستدعي فانكشن آخر لازم تقول سيلف دوت سيلف دوت اسم الفانكشن وتعطيه الارجمنت ليست عرفنا؟ هاي طبعت الاستي نيم طب بدي اطبع الاستي نام نفس الطريقة برنت student نام يساوي فاصلة self dot st num هيا شايفين هو بطلع لي اياها كداتا من بر print وبتعرفوا انه بينزل سطر جديد هذول راح يطبع كل اشي بسطر الا اذا قلت له الان تساوي الفراغ بس انا لا بدي يطبع كل واحد بسطر عشان يطلع اوضح student age يساوي فاصلة هاي الفاصلة عشان أطبع أكثر من قيمة أكثر من قيمة بالبرنت بدي أطبعهن بحط فواصل بينات الفاصلة بتترك فراغ الفاصلة بتترك لي فراغ self dot st age زي ما كتبتها بالضبط حالة الحرف مهمة بلغة بايثون وانتبهوا حالة الحرف بلغة بايثون مهمة هاي خلصنا من الكونستراكتر وخلصت من الديسبلاي وبنفس الوقت قلنا داخل الكونستراكتر انشات الداتا من بر نشوف تيست ايج ميثود تيست ايج ميثود نقرا شو مطلوب منها التيست ايج تيست ايج ميثود تو تيست اف ذا ايج از جريتر ذان 20 نفحص اذا كان العمر اكثر من 20 برنت شو اذا كان اكثر من 20 برنت جريتر ذان ليفل 2 إن الطالب أكثر من مستوى سنة ثانية يا بكون مستوى سنة ثالثة يا مستوى سنة رابعة إذا عمره فوق العشرين طلاب السنة الأولى 18-19 يعني ممكن يصلوا للعشرين بس الأولى والثانية else print less than or equal to level 2 إذا كان عمره أقل أو يساوي 20 بتطبع له إنه هو مستوى سنة ثانية أو أقل less than or equal to level 2 طيب مين ينقلنا الفانكشن تيست ايج حتى لو ما اخذ سي بلس بلس بدي من الطلاب اللي اخذوا سي اللي ماخذين سي بلس بلس بدل الهاي مين في طالب حاضر من اللي اخذوا سي بدل الهاي في حدا حاضر ما اخذش بايثون انا هذا الاهمال يعني اللي بيكون عنده ضعف لازم يزيد انتوا بصيروا تهملوا اللي عنده ضعف بصير الاهمال غير شكل عنده انا عندك ضعف احنا بنحاول نغطي الضعف اللي عندك بنحاول نراجع بنحاول نكتب انا بامكاني خلص هاي الاسئله كانك تحلها لحالك بدون اي مشكله ما فيهاش شيء
بس احنا بدنا نتابع اول باول عشان الطالب اللي عنده ضعف يروح الضعف اللي عنده. خلي ببالكم هاي العباره. طيب مين ينقلنا الحل؟ مين ينقلنا؟ انقلك انا عبد الحميد. اه بدي غير عبد الحميد، هو في علامات مشاركه ترى كثير، يعني الطالب اللي بيعرف انه شاطر حتى لو اخفق مره بامتحان او بكويز ما بياثر عليه لاني عارف انه شاطر. انتبهوا، يعني كويس انك تشارك لانه في جزء من العلامه على المشاركه، كويس انكم تشاركوا وتحلوا. مين غير عبد الحميد؟ ردايده موجود ولا طلع؟ محمد ردايده مش معنا؟ ادخل على الليست، ادخل على اسماءكم. انا شفت الاسماء اللي سجلوا، محمد غزاوي، رولا، وين الردايده؟ مش تفوت وتطلع بس خلص الموضوع، بس فتت وطلعت. بدي اسال انا اي لحظه، بدي اسال ما لاقيش الطالب مباشره راح احط عنده ملاحظه انه مش موجود. عمين انتم بدكم تتخوتوا يعني؟ طب امنع بابنا. موجودة آمنة عبابنا. طب ما أنا بس بدي إياها تجاوبني. آمنة تقدر تجاوبيني؟ يلا يا آمنة شيل الميوت عن الميكروفون، شيل الميوت عن الميكروفون وجاوبي يلا. هاي برامج سهلة وبسيطة، وحتى الأوفرلودينج سهل، في راح نصل لأشياء بدها وأشياء صعبة وبدها تركز فيها، بس مش هاي الأشياء، الأشياء الأولى بسيطة كتير أي واحد بيقدر يعملها وأي واحد بيقدر يتابع فيها ويجيب علامة، وفرصة كمان تجيبوا علامة بالأشياء السهلة. الأشياء السهلة فرصة أنك تجيب فيها علامة، ما تتساهلش فيها. يلا مين تجاوبني؟ راما، راما، رهف، فاطمة، مين تجاوبني؟ العنود، ولا حدا غير عبد الحميد؟ احنا حكينا في مشاركة. لاحظ منبلش دف سهل كتير، فيش شيء صعب تستصعبه، حتى لو غلط بدك تجاوب جاوب بتصير تعرف. فانكشن ميثود بدي اعملها، كيف ببلش؟ دف، بعدين اسم الفانكشن، اسمه تيست Age. أنا هيك طالب اسمه. بعدين هو بده يفحص مين؟ الـ STH. بدوش يعني داتا من برا يجيبها، يفحص قيمة الداتا منبر STH. بس حكينا كل ميثود لازم أحط فيها المنبر سيل، لازم يكون فيها الباراميتر سيل. إذا ما حطيت فيه الباراميتر سيل بيطلع لك غلط، لأنه هذا ميثود تابع لكلاس. فضوها ميثود تابع لكلاس. طب انا بدي قيمه اخرى؟ لا، انا هون مش طالب منك تغير على الـ STH. في عندك الست والجيت فانكشنز، انا بهذا السؤال ما حطيتش لا ست ولا جيت ولا شيء، مش طالب منك تغير، بس الكونستراكتور اعطى قيم للداتا من بس، طالب منك تفحص شو ما كانت قيمه الـ STH تفحصها، هل هي اكبر من 20؟ اذا اكبر من 20 تطبع عباره، اذا لا تطبع عباره ثانيه. في اسهل من هيك؟ طب خلينا نكتب الكود. طب كيف بدي ارجع للداتا منبر STH اللي بدي افحصه؟ شو قلنا بنكتب؟ سيلف. سيلف لازم عشان ارجع للداتا منبر لازم اكتب سيلف. سيلف دوت STH اذا كانت اكبر من 20 greater than 20، وبعد الشرط بتحط لي نقطتين كولون. شو بدك تعمل؟ شو قال لك اعمل؟ بس برنت. هذا سؤال بسيط كثير وفيه شيء. برنت greater than level 2، بس بدي اطبع greater، هاي اطبعها زي ما هي greater than level 2، انه الطالب اكثر من level 2، مستوى اكثر من مستوى سنه ثانيه. else، طبعا else صح وبظهر لك بس تحط كولون بيطلعها لبرا، بحط المحاذاه لها صح. print هاي
هسا بس نخلص بدي اطلب منكم تودوا الشات بعدين رقمك واسمك، بديش الشات اللي بالاول، بدي اشوف مين ضل، اللي ما ضلش مش ضروري ضروري يسجل حضور، ومش بس تدخل وتطلع وخلص الموضوع. طب انا لمين بعطي المحاضره؟ بتعلم انا less than or equal to level 2. هاي خصنا من الفانكشن هذا كل الاشياء اللي طلبتها بالكلاس. هسا طلبت منك تعرف اوبجكتس، اول خطوه عملتها شايفين طلعت بالازاحه، طلعت لبرا الكلاس، طلعت لبرا عشان اعرف اوبجكت، مش تعرف الاوبجكت جوا الكلاس، طلعت خارج الكلاس عشان استخدم الكلاس. بغض النظر انت اخذت بايثون ولا سي بلس بلس، عرفت انه الكلاس هو عباره عن وصف، وصف عام. تذكرين انه الكلاس هو وصف عام وهو داتا تايب جديده، عملت يوزر داتا تايب، يوزر ديفاين داتا تايب اسمه ستودنت. طب عشان تستخدم اليوزر ديفاين داتا تايب ستودنت لازم تعرف اوبجكت من نوع ستودنت. كيف بتعرف اوبجكت بلغه بايثون؟ تكتب اسم الاوبجكت مثلا st1 يساوي اسم الكلاس. لاحظ كيف بتعرف اوبجكت؟ اسم الاوبجكت يساوي اسم الكلاس بين اقواس كم باراميتر بده، كم ارجيومنت كونستراكتر بس ارجيومنت 3. اذا لازم احط 3 ارجيومنت، اسم الطالب احمد، رقمه 2019 901111 هيك مثلا، معرفش اذا بقبلها ولا لا. المهم عمره 19 مثلا. جيت الكونستراكتر راح يسند هاي القيم للداتا ممبرز اللي هن st_name وst_num وst_age. راح يصير في عندي اوبجكت اسمه st1 بيحتوي على 3 داتا ممبرز اللي هن st_name وst_num وst_age. ال st_name راح يكون قيمتها احمد، وال st_num راح يكون قيمتها 2019 901001، و st_age راح يكون 19. بدي اطبع معلومات الاوبجكت، كيف استدعي الديسبلاي؟ عشان اطبع معلومات الاوبجكت بستدعي الديسبلاي. كيف بستدعي الديسبلاي؟ st1 اسم الاوبجكت دوت اسم الفانكشن ديسبلاي. لاحظ هون بالاستدعاء لا تكتب سيلف، انت لما تستدعي الميثود ما بنستخدم السيلف، بس السيلف بالتعريف بحطها. هيو فيش الباراميتر ليست فاضي غير السيلف، بحط الاقواس فاضي. طب قول لي في سيلف؟ سيلف بقول لك تلقائي، هي ريفرنس على الاوبجكت. السيلف هي ريفرنس او بوينتر على الاوبجكت. طب بدي اعمل تيست ايج، بحط st1. لاحظ كل الفانكشنز بترجعش قيم، لهيك بستدعيها بدون تيست ايج، بدون تعبير. شفتوا كيف استدعيتها؟ صح شايفين؟ هاي طبع لي معلوماته st_name احمد، st_num هاي رقمه، هاي عمره، وقال لي less than or equal to level 2. انه هو مستوى اقل من سنه ثانيه، لانه 19، لانه عمره 19 سنه، اقل من مستوى، اقل او يساوي مستوى سنه ثانيه. شوفوا كيف عملنا الكلاس، في شيء صعب بهذا الكلاس؟ في شيء صعب كان؟ في شيء صعب كان بالكلاس؟ لا سهل. سهل، اكيد هاي الاشياء المواضيع الاولى بالكلاسز كلها سهله، فيها شيء نهائيا. بس عرف كلاس، حط فيه داتا ممبرز، اعمل له كونستراكتر يعطي قيم، اعمل برنت، اعمل ست، اعمل جيت. الست والجيت وكل شيء، كل شيء، كل هاي الاشياء سهله. يعني مش راح اعذر ولا طالب سواء اخذ بايثون ولا اخذ سي بلس بلس، ما راح اعطيه عذر. انتبهوا لهي الشغله، لان انا قاعد بحل قدامك عشان تتعلم. اخذت الماده بدك تتعلم، يعني اللي بتتابع بتعلم، بصير اشطر من اللي ماخذ. ما فيش شيء صعب، لانه بمرحله معينه راح اضطر اقول لك لا ادرس انت المواضيع، خصوصا اللايبرريز. اللايبرريز لا، بدك تمسك وتطبق. انا نفسي اذا بدي اطبق بمسك الشابتر وبطبق فيها تطبيق، يعني ما لهاش علاقه بالاوبجكت اورينتد، النمباي والسايباي ما لهاش علاقه بمواضيع الاوبجكت. هاي لايبرريز جاهزه بتتعلم كيف استخدمها، والميثود كل واحد شو معناه.
كل فانكشن شو وظيفته عشان اقدر احل عليها. بس نروح على السؤال الثاني بالوركشيت. خلصنا السؤال الاول، بدي اروح على السؤال الثاني بالوركشيت. شوف السؤال الثاني شو وظيفته. حاولتوا انتوا تحلوا الوركشيت؟ انا بعرف بعض الطلاب بيحلوا مباشره وبيحلوا كل الاسئله. كل الطلاب لازم، انا ليش بحط لك الوركشيت قبل ما احلها؟ بفترض انك اخذت الاسئله وحليتها. انا هسه قاعد بحلك زي بالمحاضره، ما اقعد اعطيك السؤال واقعد استنى فيك تحل بعدين توريني بعدين انا بحل. انا مفترض انكم انتوا حالين، لان انا الوركشيت حاطه لها اسبوع تقريبا، بدي انزل وركشيت جديده، هنحل الاسئله ونكملها ونروح ننزل وركشيت ثاني. شوف السؤال الثاني، السؤال الثاني بحكي لي write a class point that has two attributes x and y. اكتب class اسمه point. هذا الـ class point بيحتوي على that attributes يعني data members اسمهن x and y with initial values 0 for each، وبدي قيمهن الابتدائية تكون 0. بعدين write the following methods for it. اكتب الميثود التالية display to print x and y، بدي اعمل display يطبع x و y الداتا ممبرز x و y. translate to move the point by adding any value to x and y sent by the user. translate اللي هي بتحرك النقطة بإضافة قيمة معينة لقيمة x و y، وهاي القيمة بيستقبلها الفانكشن translate. add bins، add bins to add add points، هاي add bins add points اللي هو بجمع two points. كيف بجمع two points؟ بعطيني point جديدة x إلها، هي حاصل جمع x من الأولى مع x الثانية، y إلها y مع y الثانية. بعدين بدنا نعرف object اسمه b1 object اسمه b2 ونستدعي الفانكشن. يلا مين ينقلني كيف اكتب class point؟ انسخ اول شيء السؤال. خلينا نعمل file save الاول. عادية دعم المجلد new folder بسميه CS210 L exercise. الأول بسميه student Q U1 W1 طيب نعمل ملف جديد، بدي أحط فيه السؤال وبدي حدا ينقلني. يلا يلا يا عبد الحميد نقلني last point last point بعدين colon. طيب بعدين عندك x تساوي صفر مباشرة x تساوي صفر بدون سيل بدون إشي. لأنه attribute y تساوي صفر، هيك الصيغة صح بتكون data members. هذه هي هيك أصلاً، لو حطيت صفر بيعطيك error. هاي لأنه خارج الكونستراكتر. هيك بنعمل attribute بدون constructor، هيك بنعمل. طيب display function display لاحظ إذا ما طلبت constructor منك بتعمل المتغيرات هيك attributes بدون cell. طيب def display display بين اخواس سيلف سيمي كولون سيلف بعدين كولون حطين راسيات بعدين بدي اطبع اطبعهم على شكل زوج مرتب. شوفوا كيف راح اطبع على شكل زوج مرتب. هسا سيلف دوت اكس ولا احكي اكس مباشرة؟ لا سيلف دوت اكس فاصلة 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 سيلف
دوت واي تسكيرة القوس. يعني طبعت بين أقواس، طبعت إكس فاصلة واي بين أقواس على شكل زوج مرتب. هاي خلصنا من الديسبلي. ترانسليت بده ضفت ترانسليت وبستقبل قيمتين. ترانسليت بستقبل القيم، إذا بدي قيمة يحرك إكس بمقدار قيمة وواي بمقدار قيمة أخرى بستقبل قيمتين. سلف شو السؤال قايل؟ To move the point by adding any values. قيم صح. Sent by the user. Values يعني قيمتين. A فاصلة B مثلا. أو X فاصلة Y. إذا نسيت السلف شو بعطيني؟ بعطيني error. حكينا كل function لازم أول باراميتر يكون سلف. دائما كل function أول باراميتر فيه سلف. هذا translate هيدا. شو بده يعمل؟ سيل ماني بكتبها لك دوت اكس بلس ايكوال ايه بدي اضيف قيمة A لإكس وقيمة B لواي. سيل دوت واي بلس ايكوال B. هذا ترانسليت. هي حرك النقطة بمقدار A و B. اكس بمقدار A واي بمقدار بي، بصير عندي نقطة جديدة ذاتيات إكس وواي بصير سلفة. بعدين بدي أعرف خلص هذا الكود بس هيك قال لي by adding any values. adding يعني هاي القيم A و B بدي أعمل لها adding. شو يعني adding؟ يعني أضيف على إكس وواي. طيب adding add point، function add point هو function أو method بده يجمع two points يعطيني point جديدة. هاي def اسمه add underscore points. شو بده يستقبل؟ self other. بس الاوبجكت نفسه self، بدي اوبجكت جديد other. شوفوا شو استقبل self other. طب self other نشوف كيف بده يجمع السلف اللي هي البوينت الحالية اللي أنا بشتغل عليها، الأذر اللي هو أوبجكت ثاني راح يشتغل عليه. طيب هسا عم دنهي وأرد أبلش بعد دقيقتين ونبلش الجنس الثاني لأنه ظل أقل من دقيقة. هاي end